بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي مدير الجامعة الإسلامية الشيخ محمد العقلاء، أصحاب الفضيلة، هيئة تدريس في هذه الجامعة، إخواني الطلاب والخريجون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنها فرصة طيبة أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسرها، ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة العريقة المباركة، وعلى رأسهم معالي مديرها، وفق الله الجميع. فهي جامعة عريقة ومشهورة، أنتجت ولله الحمد خير إنتاج، ونفع الله بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر عطاؤها وخيرها على المسلمين، والفضل في هذا يعود لله سبحانه وتعالى أولاً وقبل كل شيء، ثم لمن أسسوا هذه الجامعة وهم ولاة أمورنا، ابتداء من الملك سعود رحمه الله، وتولى تنظيمها وتقرير المقررات العلمية فيها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأناب عنه في رئاستها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. ومن ذاك الوقت إلى وقتنا، وستستمر إن شاء الله، وهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثمارا طيبة للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الخريجون، نهنئكم بأن الله من عليكم بإتمام دراستكم في هذه الجامعة المباركة، وتحصلتم على العلم النافع المفيد بإذن الله، ونرجو أن تنالوا الثواب الذي وعد الله به من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. سلوك الطريق يعني أول ما يعني الرحلة في طلب العلم أينما وجد، فهذا من سلوك الطريق الذي من سلكه سلك الله به طريقا إلى الجنة. ولذلك كان علماؤنا وسلفنا الصالح كانوا يرحلون في طلب العلم إلى أقطار بعيدة. وقد بلغكم أن من الصحابة من رحل من المدينة إلى مصر لتلقي حديثاً واحداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يحمله من الصحابة في مصر،
ولا غرو في ذلك، فإن موسى عليه السلام كليم الله رحل في طلب العلم في القصة التي ذكرها الله في محكم كتابه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، وذلك أن الله أخبره أن هناك عبدا صالحا عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه الصلاة والسلام، فرحل إليه يطلب من علمه وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صبر على المشاق، تحمل عليه الصلاة والسلام يطلب العلم الذي أخبره الله عن مكانه وعن حامله، والله جل وعلا ذكر ذلك يحث المؤمنين على الرحلة في طلب العلم. قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما يتيسر للمسلمين كلهم أن يرحلوا لطلب العلم، ولكن يرحل طائفة منهم ونفر منهم يحملون هذا العلم عن أهله ثم يرجعون إلى من وراءهم فيفقهونهم في دين الله عز وجل ويبلغونهم ما تحملوه من العلم. وأنتم تقرؤون قصة الجن الذين استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر في طريقه ما بين الطائف إلى مكة، سمعوا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصتوا له وأعجبوا به، ثم ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، إلى آخر السورة. نأخذ من هذا أن الرحلة في طلب العلم قد قام بها من قبلنا من الرسل ومن الجن والإنس، وليس هذا بغريب، فإن العلم هو حياة القلوب، والعلم هو الدال على الله سبحانه وتعالى والهادي إليه وإلى جنته، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالرحلة في تلقي هذا العلم أشرف الرحلات وأنفعها في الدنيا والآخرة. أرأيتم كيف يرحل الناس ويسافرون لطلب التجارة، طلب الأموال ولو كانت بعيدة، ويصبرون على ذلك؟ فأولى وأحرى أن يرحل لطلب العلم،
أنتم أيها الإخوة، يا من تخرجتم في هذه الجامعة المباركة وسترجعون إلى بلادكم بحفظ الله، عليكم حمل ثقيل وأمانة عظيمة تحملتموها، وهي أن تنشروا هذا العلم في بلادكم وفي قومكم ومن حولكم، فإن هذا العلم لا يخزن وإنما يبلغ للناس، لأن الله أنزله للناس، فلا بد من أن يصل إلى الناس عن طريق أهل العلم الذين حملوه، أن يبلغوه للناس ليؤدوا أمانتهم ويقوموا بما كلفهم الله به، ولينالوا من الله الأجر والثواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وتوعد الله الذين يكتمون العلم بأشد الوعيد، قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن هذا العلم مشاع بين العباد، لا يجوز لمسلم أن يختزنه وأن يحتفظ به. وقد جاء في الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، أو ما هذا معناه؟ فنحن والحمد لله من الله علينا وعليكم بهذا التعلم المبارك الميسور الذي لم نتكلف فيه عناء كثيرا كما كان يتكلف من كان قبلنا، حين لم تكن هناك مواصلات ولا اتصالات ولا مراكب برية أو بحرية أو جوية، إلا ظهور الإبل والمشي على الأقدام، ومع هذا تحملوا هذا العناء وهذا التعب في سبيل الله. أيضا لم يكن هناك سعة في الأرزاق وبسطة في الرزق كما عندنا اليوم، فنحن أعطانا الله ومن علينا بإمكانيات عظيمة، فلنشكر الله سبحانه وتعالى ولنؤدي ما حملنا الله إياه، فإنه أمانة في ذممنا حتى نقوم به ونبلغه للناس كما تحملناه بأمانة وعناية ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. أنتم راجعون إلى بلادكم ومن حولكم، وتعلمون أحوالهم، تعلمون حاجتهم إلى العلم،
حاجتهم إلى الدعوة إلى التبصير، فانتهزوا هذه الفرصة واغتنموا هذا الأجر وقوموا بما أوجب الله عليكم نحو إخوانكم، وابدأوا أولا بنفوسكم، اعملوا بما تعلمتم، اعملوا بعلمكم ثم بلغوه للناس، لأجل أن تقوموا بالعلم والتعليم والعمل جميعا. والله جل وعلا ذم الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فيبدأ المسلم أولا بنفسه ثم بأهل بيته وذريته وأقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم يتمدد خيره على أهل بلده وعلى المجاورين له من البلدان الأخرى، وبذلك يحصل الخير الكثير. وقد يسر الله لكم من إمكانيات إيصال العلم إلى الأقطار البعيدة والبلاد الشاسعة بواسطة هذه الوسائل الحديثة التي توصل الصوت وتوصل الكتب وتوصل الإمكانيات بسرعة وسهولة، فاغتنموها واستعينوا بها على تبليغ هذا العلم. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم له معنيان: المعنى الأول أن يبلغ النص للناس، أن يبلغ النص بأمانة، القرآن السنة تبلغ للناس بلفظها ونصها المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تغيير أو تبديل. والنوع الثاني تبليغ المعنى، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم، وأنتم من أهل العلم، تبلغون النص وتبلغون معناه للناس وتوضحونه للناس. أما تبليغ النص فمعناه أن تحفظ الناس القرآن، تحفظهم الأحاديث، أن تقرأ عليهم من الكتب النافعة، وأن تبلغهم النصوص، ولا تقوم بشرحها إذا لم يكن عندك إمكانية وأهلية لذلك، لكن يجب عليك أن تبلغ النصوص التي تحفظها للناس وتحفظهم إياها وتقرئهم إياها. فإن كان عندك أهلية لشرحها وتوضيحها فهذا أيضا مطلوب وهو الغاية، فأنتم ولله الحمد من النوع الثاني الذين يحفظون النصوص ويحفظون معانيها ويستطيعون إيضاحها للناس. وابدأوا وفقكم الله، ابدأوا بإصلاح العقائد فإنها الأساس، علموا الناس العقيدة الصحيحة وبينوها لهم كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء جميعا، لأنها أساس الدين وهي الركن الأول من أركان الإسلام، فاعتنوا بها. ولأن الخلل فيها كثير عند بعض الناس، الخلل فيها كثير، ودعاة الضلال أيضا يحرفون ويغيرون ويريدون صد الناس عن الحق إلى الباطل، فكونوا أنتم حراسا أمينين على هذه الشريعة بنصوصها والعمل بها، بلغوها للناس وانشروها بين الناس، فإن البشرية عموما والمسلمون خصوصا بحاجة ماسة إلى من يبلغهم هذا الدين على الوجه الصحيح. والناس لو عرفوا
هذا الدين على الوجه الصحيح لقل من يتخلف عنه أو لا يقبله ممن يريد الخير، وإلا على الأقل تقوم الحجة على المعاندين، فأنتم أمانتكم ثقيلة وأجركم عند الله عظيم، فكونوا أول من يبادر بهذا الواجب العظيم الذي تحملتموه. مهمتكم لا تقف عند نيل الشهادة، بل طلب العلم ليس له نهاية، فواصلوا طلب العلم وتزودوا من طلب العلم، ومع ذلك تقومون بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أنتم تعلمون أن هناك دعاة ضلال كثيرون يريدون أن يصرفوا الناس عن الإسلام إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا صرفوهم عن الإسلام الصحيح إلى الإسلام المزيف، وهم جادون في هذا وحريصون على أن يشوهوا الإسلام ويبلغ الناس صورة مشوهة عن الإسلام، وأنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى أمام هذا الضلال أن تكافحوه وأن تقوموا في وجهه بما أعطاكم الله من العلم والبصيرة، ولكن يكون هذا كما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عليكم بالصبر والتحمل، فإن الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرد على أهل الضلال يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر حتى يؤدي ما عليه وحتى يستمر في عمله. والله جل وعلا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظروا هذه السورة العظيمة، هذه السورة الوجيزة التي كل يحفظها، الكبار والصغار كل يحفظها عن ظهر قلب، وهي تتحمل وتحمل معاني عظيمة، تتضمن أربع مسائل عظيمة مهمة. مسألة الأولى العلم، لأن الذين آمنوا ولا يصح الإيمان إلا بعلم، لا يكون الإيمان إلا بعد العلم النافع. الثانية الدعوة إليه، الثانية العمل به، المسألة الثانية العمل به وعمل الصالحات، بعدما يتعلم يعمل بنفسه كما قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الثالثة الدعوة إليه، تواصوا بالحق، هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرابعة الصبر على الأذى فيه، وتواصوا بالصبر. لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر، والله جل وعلا قال عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مهمتكم أيها الإخوة الخريجون مهمتكم عظيمة، ومن وراءكم من أهلكم وجيرانكم ومن حولكم بأمس الحاجة إلى رجوعكم إليهم وإلى قيامكم بما أوجب الله عليكم. نوروا بلادكم وما حولها بالعلم والدعوة، بالعلم والعمل والدعوة، وتحملوا الصبر على مواصلة العمل، والله جل وعلا مع الصابرين. فعلينا جميعا، على كل من أعطاه الله شيئا من العلم، أن يبلغه وأن يعمل به أولا، وأن يبلغه وأن يدعو إليه، أمانة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، سنسأل عنها يوم القيامة. ليس الغرض من الدراسة نيل الشهادات أو نيل الوظائف والرتب، هذه أمور ثانوية، إنما المقصود هو العمل والإخلاص لله عز وجل، ونشر هذا العلم في الناس المحتاجين إليه، وما أكثرهم. كيف نسكت والناس أكثرهم في جهالة، أكثرهم في ضلالة، أكثرهم تتخطفهم دعاة الضلال، نسكت ونتركهم ونحن عندنا العلاج وعندنا الدواء والشفاء بإذن الله، كيف نسكت عنهم؟ إن من يسكت في هذا الوقت خصوصا وهو يرى ما حوله من العالم، حتى في بلده ومن جيرانه يرى العجب العجاب، فكيف يسكت على هذا؟ لا نقول احمل الناس حملا على قبول الحق، الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن نقول ابذل ما تستطيع، ابذل السبب، وعند الله سبحانه وتعالى تكون النتائج، ويكون المطلوب إذا أخلصت النية لله عز وجل. انظروا في سير العلماء الدعاة إلى الله، انظروا في سيرهم واقرؤوها، وترسموا خطاهم، وانظروا كيف أثمرت دعواتهم، وهم أفراد قليلون، وهم فقراء، وهم أيضا مضطهدون، ولكن مع هذا قاموا لله عز وجل، قاموا لله ونشروا علمهم ودعوا إلى الله، وصبروا حتى نصرهم الله، وحتى أثمرت دعواتهم ثمارا طيبة تجري عليهم أجورها إلى يوم القيامة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فمهمتنا، مهمتكم، مهمة عظيمة، لا سيما في هذا الوقت الذي عظمت فيه الفتن والشبهات، عظمت فيه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن الدعاة إلى الضلال، ويستخدمون أدق الوسائل وأسرع الوسائل لنشر شرهم في الفضائيات وفي غيرها، فلا بد من مقاومة هذا الزحف الهائل، لا بد من مقاومته بالحق، والحق لا يقوم أمامه الباطل، مهما تعاظم الباطل فإنه يزهق أمام الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالله جل وعلا أخبر أن الحق إذا قام به من تحمله ودعا إليه فإن الباطل يضمحل أمامه ويزول، وإن
وإن تأخرت النتيجة لكن العاقبة للمتقين، والنتائج عند الله سبحانه، والله لا يضيع أجر المحسنين، والله ناصر دينه، الله جل وعلا ناصر دينه. ولكن هذا الدين لا ينتصر بنفسه، لا بد له من حملة يحملونه حقا ويجاهدون في سبيله، وإذا لم يقم به بعض الناس استبدلهم الله بآخرين، وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله جل وعلا لن يضيع دينه، ولكن نحب أن تكون نصرة هذا الدين على أيدينا لننال هذا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كيف لا نغار على قومنا؟ كيف لا نغار على بلادنا؟ كيف لا نغار على إخواننا؟ كيف لا نغار على ديننا؟ كيف نستسلم؟ هذا أمر لا يجوز للمسلمين. وما حل بالمسلمين الآن مما ترون إلا بتخاذلهم، وإلا باستسلامهم، وإلا بيأسهم وعدم صبرهم. فأنتم أيها الخريجون عليكم واجب عظيم، والأمة تتشوف إليكم وتتطلع إليكم، ولا سيما بلادكم وأقاربكم وجيرانكم ومن حولكم كلهم بحاجة إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحمل ما حملنا، وأن يعيننا على تبليغه بأمانة ونشره بصدق، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر من نصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا ما أحببت أن أقوله في هذه العجالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق ومعرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل واجتناب الباطل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يكفينا وإياكم شر الفتن المضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر لوالدنا وشيخنا فضيلة الدكتور صالح الفوزان هذا التوجيه الطيب وهذه النصيحة الخالصة، ونستأذنه في طرح بعض المداخلات والأسئلة. أول مداخلة مع الدكتور ديارة سياك عاجي الجنسية، فليتفضل. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. صوت. نشكر سماحة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان على هذه النصائح والكلمات الطيبات والتنبيهات البالغات، فجزاه الله عنا خير الجزاء. كما نشكر الجامعة الإسلامية وعلى رأسها معالي مديرها الأستاذ دكتور محمد العقلاء أدام الله فضله. نشكر الجامعة الإسلامية ممثلة في إمادة الخريجين وعلى رأسها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي. نشكرهم جميعا على إتاحتهم لنا معشر الخريجين هذه الفرصة النادرة للقاء مع معالي أو سماحة الشيخ الله يحفظه، وقد أفدنا منه الكثير. وقد نوه خلال كلماته حفظه الله على ما ينبغي للخريج البدء فيه إذا رجع إلى بلاده، وما قد يعترض طريقه من دعاة الضلالة. فنرجو من سماحته أن يبين لنا كيف يمكن للخريج
أن يتعامل في بلاده مع الحكام غير المسلمين والمخالفين له في العقيدة والمنهج، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة الضلالة وما يقومون به من تشويه لسورة الحق، يعني ما ينبغي للخريج أن يتبعه من أسلوب لين ومنهج قويم من التهلي بالصبر والإنصاف وما إلى ذلك، وجزاه الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الخريج وغير الخريج ممن يريدون الدعوة إلى الله سيواجهون في طريقهم عقبات، ولكن عليهم بالتحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. الآية أمامكم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلو أخذت هذه الطريقة وعملت بهذه الآية في دعوتك لقل من يعترضك، وإن اعترضك فإنه على الأقل يخف شره عنك على الأقل، وقد يهديه الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث واجه من الناس ومن أكابر قريش وأقاربه، واجه منهم الشيء الكثير، ولكن بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة وعدم اليأس والاستمرار على الدعوة، في النهاية هدى الله هؤلاء الذين وقفوا في طريقه وصاروا يجاهدون معه وبعده عليه الصلاة والسلام. ألدوا أعدائه أصبحوا أصدقاء وأتباع، وصاروا من جند الإسلام يدافعون عنه، ومن أصر فهذا حسابه على الله سبحانه وتعالى، وما أفلح ولا ما ضر الدعوة، ما ضر الدعوة بمعارضته ولا منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستمر. فعليكم بالصبر، عليكم بقولوا للناس حسنا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا تيأسوا، فإن الله سبحانه وتعالى معكم، ومن كان الله معه فإن الله سبحانه سينصره. ليس بلازم أن ينتصر في الحال أو عاجلا، لكن ينتصر ولو بعد حين. فلا تيأسوا، المهم لا تيأسوا ولا تضعه، واعملوا ما تستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اعملوا ما تستطيعون. لن تستطيعوا أن تزيلوا الحكام، لكن تستطيعون أن تدعوهم بالدعوة الطيبة ولين الكلام، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. سؤال: نرجو من معالي الوالد الشيخ أن يوجه نصيحة لنا نحن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حول واجب التعامل مع الطلاب. هذا شيء لا يخفاكم، أنا أستفيد منكم. الواجب نحو الطلاب أن تجتهدوا في إيصال المعلومات الصحيحة إليهم، وأن توجهوهم التوجيه السليم، وأن تعتنوا بالمقررات التي بين أيديهم، تعتنوا بشرحها وتوضيحها وتحثوهم على استيعابها. هذا هو ما يجب عليكم نحو طلابكم، وقبل ذلك أن تكونوا قدوة صالحة في أنفسكم،
تدعونهم بأعمالكم قبل أن تدعوهم بألسنتكم. نعم. سؤال: نسمع كثيرا أن الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إذا لم يتمكن من إظهار الدين، ما هو ضابط إظهار الدين؟ وهل الإقامة في بلاد الكفار مع قيام الدعوة إلى الله أفضل من الهجرة إلى بلاد المسلمين؟ إظهار الدين كما بيّنه العلماء أن تدعو إلى الله وتبين الحق للناس، هذا إظهار الدين، أن تقوم بالدعوة إلى الله وأن تبلغ القرآن والسنة للناس. ليس إظهار الدين أنهم يتركونك تصلي وتصوم ولا يعترضونك، لا، ما هو هذا إظهار الدين. إظهار الدين أن تدعو إلى الله وأن تبين الحق وأن ترد على الباطل مع استعمال الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فإذا كان هذا يحصل فإنك تقيم في بلاد الكفار لأنك تظهر دينك. وأما أيهما أفضل، الهجرة أو البقاء في بلاد الكفار للدعوة إلى الله؟ لا شك أن الدعوة إلى الله مطلوبة، فإذا كان هناك فرصة للدعوة إلى الله في بلاد الكفار فإنك تقيم فيها لأن الثمرة أكثر من كونك تهاجر إلى بلاد المسلمين، لأنك يهدي الله بك من يشاء وتقيم الحجة على الناس، تبلغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مداخلة لطالب نور الإحسان اندونيسي الجنسية في مرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. سماحة الشيخ الوالد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، ويا أول أيها الأفحل الحفل الكريم، ونرحب ونكرر بسماحة الشيخ الوالد بهذه الجامعة المباركة بين إخوانكم وأبنائكم الطلاب. تعلمون حفظكم الله أننا قدمنا من بلاد مختلفة لطلب العلم الشرعي في هذه الجامعة المباركة، وقد حصلنا ولله الحمد خيرا كثيرا، ولكننا وقد صرنا مقربة منكم معاشر كبار العلماء، فنحن بأمس الحاجة إلى اللقاء بكم والأخذ عنكم. أنتم بلا شك أهل أن يرحل إليكم، ولكن ذلك يحتاج إلى كلفة ومشقة كما لا يخفى عليكم. ولذلك نيابة عن أبنائكم الطلاب، فنرجو من سماحتكم ومن معشر كبار العلماء أن تخصونا بزيارة كل شهر أو كل شهرين لنستفيد من علومكم وسمتكم وآدابكم، فجزاكم الله خيرا كثيرا. حياكم الله وبارك فيكم. ما طلبته متيسر ولله الحمد وحاصل أيضا، فإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ترسل الدعاة وترسل الوفود، وكذلك رابطة العالم الإسلامي تقوم بقسط من ذلك، كذلك الجامعات ولا سيما هذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية تقوم بقسط كبير من إرسال الدعاة إلى الله والمبلغين للمسلمين
هذا الدين هذا شيء حاصل ولله الحمد. فعليكم أن تطلبوا أيضا من هذه الجهات، تقدموا طلبات لهذه الجهات، وما أظنها ستبخل عليكم بشيء مما طلبتم، لأن هذا يهم الجميع. نعم. معالي الشيخ، هناك مشكلة يعاني منها كل خريج، وهي أن الحق في مسألة من مسائل الفروع يكون في مذهب غير المذهب السائد في بلاده، فكيف يكون البيان للحق وهو إذا دعا إلى غير المذهب السائد أوذي؟ شكر الله لمعاليكم. أهم شيء العقيدة، فإذا سلمت العقيدة فالخلاف في مسائل الفقه التي هي محل اجتهاد واحتمال الأمر فيها سهل. فإذا كان الناس على قول من المذاهب الأربعة، إذا كانوا على مذهب من المذاهب الأربعة يعملون به، فهم على خير إن شاء الله. وهذه من مذاهب أهل السنة، مذاهب أهل السنة. ولو كان في بعض المذهب مسائل مرجوحة، لو كان في بعض المسائل المرجوحة وهي مسألة اجتهادية، فاجتماع الكلمة وأتلاف الكلمة أحسن من النفرة ومن صحيح. بينوا الراجح، بينوا للناس الراجح، فإن قبلوه وانتقلوا إليه فهذا لا شك هذا هو الواجب، وإذا بقوا على ما هم عليه وله احتمال في الشريعة وله ما يسنده من الأدلة فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. كيف نرد على من يقول أن الداعية إذا بدأ بالدعوة إلى التوحيد والسنة ينصرف الناس عنه وعن دعوته، فينبغي أن يبدأ بالدعوة إلى الأخلاق الحسنة وحسن التعامل مع الناس والعوام؟ هذا وهم، هذا وهم يريد أن يصدوكم عن التوحيد. أبدا، دعوة إلى التوحيد لا يصد الناس الذين يريدون الخير، لا يصدهم أبدا إذا كان قائما على المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لرسوله ولأمته: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان قائما على العلم: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قائما على العلم، يكون الداعية على علم بما يدعو إليه. فإذا دعا الناس إلى التوحيد بعلم وبصيرة وترغيب وتخويف، فإنه لن يصد الناس عنه. من يريد الخير فإنه لن يصد عنه، ومن لا يريد الخير هذا لا حيلة فيه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما أن يدعى إلى الأعمال الأخرى تترك العقيدة، الأعمال الأخرى لا فائدة فيها إذا كانت العقيدة غير صحيحة. لا بد أن تصحح العقيدة أولا. فإذا كانت العقيدة غير صحيحة فمهما عمل الإنسان من أعمال الخير فهي هباء منثور. نعم. سؤال: كيف يتعامل الخريج مع قومه الذين يستغيثون بغير الله ونحو ذلك؟ بينوا لهم من جهة الصلاة معهم وخلفهم. بينوا لهم الذين يستغيثون بغير الله هذا شرك أكبر. بينوا لهم، ربما أنهم جهال أو مقلدون لم يبلغهم شيء من الحق، فبلغوهم وبينوا لهم. وأما الصلاة خلفه ما دام يستغيث بغير الله فلا تصح الصلاة خلفه. نعم. مداخلة للطالب في مرحلة الدكتوراه عبد الله سيد أحمد من جزر القمر في قسم الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ حفظكم الله، تعلمون حفظكم الله أن مهمة طالب العلم الأولى هي التعليم والدعوة إلى الله، وهو كغيره بحاجة إلى توفير متطلباته المعيشية، فكيف يستطيع الطالب أن يجمع بين التعليم والدعوة إلى الله
وتوفير لقمة المعيش دون أن ينقطع أو ينصرف بطلب المعيشة عن هدفه الأساسي، وجزاكم الله خيرا. هذان لا يتعارضان، طلب الرزق والدعوة إلى الله. يجعل لطلب الرزق وقتا ويجعل الدعوة إلى الله آخر، والوقت واسع ولله الحمد، فيرتب أموره، لا ينقطع إلى الدعوة إلى الله ويترك طلب الرزق وهو ليس عنده شيء، ولا ينقطع لطلب الرزق ويترك الدعوة إلى الله، بل يجمع بينهما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولا يتعارض طلب الرزق مع العبادة، ولا يتعارض مع الدعوة إلى الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، من يفعل ذلك أولئك هم الخاسرون. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ما قال لا يبيعون ولا يتاجرون، بل قال لا تلهيهم، لا تلهيهم التجارة، بل يجعلون لها وقتا وللعبادة وقتا يناسبها، والله أعلم. هل تنصحون بطلب العلم على الدروس المسجلة لكبار العلماء إذا لم يستطع طالب العلم حضور الدروس بسبب العمل؟ الأشرطة المسجلة والكتب لا يعتمد عليها في طلب العلم، إنما يستفاد منها. إمكانك أنك تستفيد منها وتستمع لها وتقرأ في الكتاب وتستفيد منه، لكن لا تعتمد على هذا وتعتبره تحصيل أو طلب للعلم. لا بد من تلقي العلم عن العلماء. لو كان هذا يكفي ما سافر العلماء والطلاب في الرحلات الطويلة ليلتقوا بالعلماء، لا، اشتروا كتبا وجلسوا يقرؤونها، أو أخذوا أشرطة واستمعوها، فهذا ما يغني ولا يكفي عن طلب العلم، إنما هذا يستفاد منه فائدة فقط. نعم. نفتح المجال للإخوة إذا أحد لديه مداخلة من أعضاء التدريس. الدكتور الشيخ صالح السحيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء أحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم إني أشكر معالي مدير الجامعة وفقه الله على إتاحة الفرصة للخريجين باللقاء مشايخنا، وهي خطوة مباركة نسأل الله أن يثيبه عليها وسائر من أسهم معه في هذه الجهود. أنا ليس عندي مداخلة، عندي سؤال أرجو من شيخنا حفظه الله التكرم بتنبيه طلبة العلم، نحن طلبة العلم عليه، إلى هذه المشكلة. المشكلة أننا ابتلينا في السنوات الأخيرة بالاعتماد على المذكرات التي يصنفها بعض الأساتذة للتسهيل على الطلاب، مما صرف الطلبة عن الكتب العلمية الأصيلة. وأنا أتكلم عن تجربة بحكم عملي في اللجنة الاستشارية العليا بوزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة النبوية بالأوقاف، فقد نقابل بعض الطلبة جامعيين وربما كانوا من حملة الماجستير أو الدكتوراه ولا يعرفون بعض أسماء الكتب التي يعرفها قديما ربما حملة بعض الشهادات الصغيرة. فما تعليق شيخنا حفظه الله وتوجيهه لنا نحن رجال التعليم وأعضاء التدريس في هذه المسألة من ربط الطلاب بالكتب العلمية الأصيلة النافعة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. بارك الله فيك، هذا شيء مهم جدا، وأنا نبهت عليه في لما سئلت ما واجب المدرسين نحو طلابهم، وقلت من أهم واجباتهم إيصال المعلومات
الصحيحة إليهم، وأن يهتموا قبل كل شيء بشرح المقررات من الكتب التي قررت عليهم، ولا يصرفوهم عنها بمذكرات أو بكلام لا يرتكز على مراجع، وإنما هو من فكر المدرس أو اتجاه المدرس. هذه أمانة، الكتاب مقرر على الطلاب، فلا بد أن تعتني بتدريسه بنصه ومعناه، وأن لا تترك شيئا منه دون شرح، وأن تأتي عليه، تأتي على المقرر مهما أمكنك، أن تأتي عليه من أوله إلى آخره، حتى يكون عند الطلاب حصيلة علمية، ويكون عندهم قيمة للكتب التي بين أيديهم. كيف يتخرج وهو لا يعرف ما في مقرره، لا يعرف الكتاب الذي يحمله والذي بين يديه؟ هذا لا يعتبر من الأمانة أبدا. والمدرس يحمل أمانة عظيمة لا شك أنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا قررت هذه الكتب؟ كان يقال للمدرسين: أنتم ألقوا على الطلاب واكتبوا لهم ما ترون، ولا حاجة إلى كتب معينة. نعم. شيخنا الفاضل، كيف نرد على من يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد أتى بمذهب جديد؟ نطالبه بأن يبين لنا ما هو هذا المذهب الجديد، يبينه لنا. أما أنه يتهم جزافا كذا، هذا كل يستطيعه، لكن أنا أتحداه يجيب لنا أن الشيخ انفرد بمذهب جديد عن أهل العلم، بل عن المذهب الحنبلي الذي هو من جملة علمائه. نعم. بما تنصحون الطلاب الذين على وشك التخرج في وقوع الاختلاف فيما بينهم في بعض المشاكل العلمية وبعض المناهج وهذه الأشياء؟ فيما تنصحون الطلاب الذين على وشك التخرج في حدوث بعض المشاكل والمخالفات بينهم فيما يخص المنهج وغيره؟ نعم، نوصيهم بتقوى الله، وأن يصلحوا ذات بينهم قبل أن يصلحوا بين الناس. ومفروض أنهم هم يكونوا مصلحين بين الناس، فكيف لا يصلحون أنفسهم أولا ويصلحون ذات بينهم؟ الدروس التي يدرسونها والمقررات التي يقرؤونها هي تحمل هذا الشيء، تحمل الإصلاح، تحمل الدعوة إلى الله، تحمل النصيحة، تنهى عن التنابز، تنهى عن التعادي والتقاطع، تنهى عن ذلك كله. فكيف يحملون كتبا ويعملون على خلافها، ويقرؤون مقررات ولا يطبقونها على أنفسهم، ويريدون أن يصلحوا بين الناس؟ هذا أمر صعب، وهذا لا شك أنه هذا من عمل شياطين الإنس والجن، يريدون أن يفرقوا بين الناس، لأنهم إذا فرقوا بين طلبة العلم فلا أن يفرقوا بين غيرهم من باب أولى، لأن طلبة العلم هم أهل الإصلاح وهم أهل الثقة بين الناس. فإذا كان بينهم مصارعة فيما بينهم على لا شيء، ما هو على شيء، كلهم أبناء عقيدة واحدة، كلهم أهل توحيد، كلهم أهل بلد واحد، لأن بلاد المسلمين واحدة، فهم جماعة واحدة ولله الحمد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يليق بالعوام من الناس من المسلمين، لا يليق بهم التفرق والاختلاف والتعادي والتباغض، لا يليق بالعوام، فكيف بطلبة العلم؟ فكيف بالعلماء؟ الواجب أن ينبذ هذا الشيء، وهذا لا شك أنه من إيحاء الشيطان
ليوقع بينكم العداوة والبغضاء. نعم. هل هناك مداخلات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. تحيتنا لفضيلة مشايخنا الكرام، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا العلامة سماحة الوالد صالح الفوزان الفوزان، الذي بفضل الله شهد له برسوخه في المنهج، والحمد لله. نطلب من شيخنا الفاضل التنبيه على أمر ما قد انتشر في الآونة الأخيرة بين بعض الطلاب، ألا وهو نبز بعض العلماء الأفاضل إلى من يستمع إليهم بأنهم هؤلاء جاميون وهؤلاء مداخنة، ويقصدون بذلك شيخنا العالم رحمه الله محمد أمان الجامي، وشيخنا الفاضل حفظه الله وسدد خطاه ربيع بن هادي المدخلي، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد. هذا داخل في الجواب الذي انتهيت منه قريبا. اتركوا هذه الأمور وهذا التنابز، ولا تنابزوا بالألقاب. الله جل وعلا قال لكم ولا تنابزوا بالألقاب، كلكم إخوة، وكلكم أهل دين واحد، كلكم زملاء ولله الحمد. فانبذوا هذه الأمور واحترموا العلماء، احترموا العلماء. من لم يحترم العلماء فإنه يحرم من علمهم، يحرم من الاستفادة منهم. فاتركوا هذا الأمر، التنابز بينكم وتناول العلماء الذين لهم الفضل ولهم على الناس المنزلة التي أنزلهم الله فيها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم واحترامهم. وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق؟ إذا نزعت الثقة من العلماء فإلى من يرجع الناس؟ فهذه مكيدة لا شك، ودسيسة لا شك بين الناس، فيجب التنبه لها، يجب نبذها والابتعاد عنها والنهي عنها. نعم. نختم بطلب من مدير فرع الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور محمد الأمين الخطري، يقول فيها محمد الشيخ محمد الدكتور محمد، تفضل يا دكتور محمد حكمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ صالح وجزاكم عنا خيرا، ونشكر لجامعتنا الإسلامية الموفقة، ونشكر لمديرها وعمادة شؤون خريجيها في ترتيبهم لمثل هذه اللقاءات النافعة، فجزاهم الله خيرا وضاعف في مثوبتهم. فضيلة الشيخ، بمناسبة ما تقدم قبل قليل وهو الكلام على البدء بالدعوة إلى التوحيد والسنة وأنه ينفر، هناك سؤال يأتينا معشر المدرسين، وهذه مناسبة طيبة مباركة جدا، ونحب أن يسمع أبناءكم التوجيه منكم على جناح آخر يشاع ويذكر وقد أجيب عنه، لكن في مثل هذا المحفل المبارك التذكير به حسن، ألا وهو أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه جاءت بتكفير المسلمين وتكفير المجتمعات، وأن التكفير نابع منها. فحبذا حفظكم الله لو شنفتم مسامعنا بالكلام على هذا القول الذي يلصق بهذه الدعوة التي نفع الله بها نفعا عظيما، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. وأنا أشرت إلى هذا أو إشارة خفيفة، اللي يقول أن الشيخ أنه جاء بمذهب جديد، أنا قلت أتحداه أن يبين لنا ما هو هذا المذهب الجديد الذي خرج به الشيخ عن جادة أهل العلم وعن السلف الصالح، بين لنا هذا. أما أن الشيخ
يقال فيه ما يقال، فليس هذا بغريب. قيل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصف الأنبياء بالجنون، وصفوا بالسحر، وصفوا بالكذب، وصفوا بأوصاف كثيرة، وصف الأئمة بشيء من ذلك، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلا غرابة في هذا أبدا، ولا يضر الشيخ، وإنما يرفعه الله بذلك، يرفعه الله بذلك. وهذا الذي يقول إنه يكفر المسلمين إن نقول هذه كتب الشيخ موجودة، كتبه موجودة ولله الحمد. هات لنا نص من كتبه أنه يكفر المسلمين، إنما يكفر من كفره الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تكفيره. أما أنه يستقل بمسألة ويكفر فيها دون أن يكون مسبوقا بذلك من أهل العلم ومن غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا اتهام باطل لا يلتفت إليه ولا يحسب له حساب. هات لنا من كلام الشيخ ما يثبت ما تقول، هذه كتبه موجودة الآن. ولا أنت لا تسمع الكلام الذي يقال في فلان من العلماء دون أن ترجع إلى كلامه هو وإلى مؤلفاته هو. أيضا انظر إلى آثار دعوة الشيخ، انظر إلى آثارها. الحمد لله دعوة الشيخ الآن ظللت على هذه البلاد مدة طويلة، وهي تعيش في ظلها الوارف، وامتدت إلى الأمصار وإلى الأقطار ولله الحمد. فلو كانت دعوة فاشلة أو دعوة على غيرها هدي الكتاب والسنة لما نجحت، مثل غيرها من الدعوات التي لم تقم على أصل. ما أكثر الدعاة وما أكثر الجماعات الدعوية، لكن أين الآثار؟ رجل واحد هذه آثار دعوته، أين آثار دعوة هؤلاء؟ وما السبب في هذا؟ السبب الأصل الذي تقوم عليه الدعوة،